الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلكم موفقين في كل أموركم، وأن يجعل أحوالكم على خير حال، كما أسأله سبحانه أن ينظر إلي وإليكم نظرة الرضا، وأن يعاملنا بمعاملة العفو والغفران، وأن يجعلنا من أهل مودة الله جل وعلا والإحسان. وبعد، هذا اليوم بإذن الله عز وجل نختتم به هذه السورة العظيمة، سورة هود، والتي تحدثت عن عدد من أنبياء الله عليهم السلام، والذين كان من قصصهم أن دعوا إلى التوحيد بإفراد الله بالعبادة، ونهوا أممهم عن الشرك، ومن قصصهم أنهم دعوا أممهم إلى الاستغفار والتوبة، ومن قصصهم ذكر ما كان بينهم وبين أقوامهم من المجادلة وما تعرضوا له من أنواع الأذى من أقوامهم. ثم كانت العاقبة أن نجى الله المؤمنين وأهلك الظالمين، وأن هذا سنة ماضية إلى قيام الساعة، فإن رب العزة والجلال قد جعل للكون سننا يسير عليها. وفي يومنا هذا بإذن الله جل وعلا نتحدث عن أواخر هذه السورة العظيمة، سورة هود عليه السلام، لننظر ما فيها من المعاني والعبر، فلعلنا نستمع لأواخر هذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا مما
من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. هذه الآيات ذكر الله جل وعلا في أولها أنه آتى موسى الكتاب، وهذا الكتاب هو كتاب التوراة، وهو كتاب من عند الله، ومع ذلك اختلف فيه اليهود وتنازعوا وكفر بعضهم بعضا وضلل بعضهم بعضا، فإذا كان ذلك قد حصل منهم في حالهم وفي كتابهم السابق فحينئذ لا تستغربوا أن يقع منهم مثله بالنسبة لهذا الكتاب. ولذا قال ولقد آتينا موسى الكتاب الذي هو التوراة فاختلف فيه منهم المؤمن ومنهم المكذب منهم من يؤوله ويصرفه عن معناه ومنهم من يؤمن ببعضه ويكفر ببعضه الآخر، فإذا وقع ذلك في التوراة فلا تستغرب أن يقع شيء من هذا بالنسبة لهذا الكتاب. ومن ثم فوجود المكذبين بالكتاب والقرآن العظيم لا يصدنكم عن الاستمرار في التمسك بدينكم والاهتداء بهديه. ثم قال ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، أي أن الله جل وعلا قد جعل للعذاب آجالا محددة، ومن ثم فإن العذاب لا يأتيهم إلا بعد أن تقام عليهم الحجج ويلبثوا مدة لحسب قضاء الله وتقديره. ولذا قال ولولا كلمة، يعني من الله بتأخير عذابهم سبقت، يعني قدرها الله في سابق القدر، لقضي بينهم أي لفصل وميز بين المحق من المبطل منهم بإنزال العقوبة بالمبطل وإنجاء المحق. ثم قال وإنهم لفي شك منه مريب، أي لا زالوا على أنواع من الشكوك والتردد
مريب أن يخيفهم ويجعلهم لا يطمئنون. وحينئذ تعرف خاصية أهل الإسلام أنهم على اليقين والطمأنينة يرتاحون بذلك، وأن من يقابلهم على الشك والتردد، بل إنهم يرون أن الشك هو الحكمة وهو الفلسفة وهو مقتضى العقول، بل يرون أنه واجب الواجبات وأنه المقدم على كل شيء. والشرع قد جاء بضد ذلك بجعل اليقين هو الأول، وهو أول الواجبات، بحيث يتيقن العبد بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. ثم قال: وإن كلا، يعني جميع الفرق السابقة والمختلفة، المبطل والحق، لما ليوفينهم ربك أعمالهم، أي سيحاسبهم ويجازيهم على وفق ما أدوه من الأعمال، إنه جل وعلا بما يعملون، أي فيما أدوه وما فعلوه، خبير بأحوالهم، مطلع على أسرارهم، والخبير هو العالم بالخفايا. ثم قال: فاستقم كما أمرت، أي ليكن شأنك يا أيها النبي ويا قارئ القرآن ويا من تبع هذا النبي أن تسير على الصراط المستقيم، بأن تجمع بين العلم والعمل في عبادة الله عز وجل وعلى وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنكم إنما أمرتم وطلب منكم هذا الأمر. وحينئذ من كان يريد منكم الاستقامة والإنابة إلى الله بعمل صحيح وتوبة صادقة فهذا الطريق الذي تطالبون به. ثم قال: ولا تطغوا، أي لا تتجاوزوا الحد الذي فرضه الله لكم، بحيث يكون عندهم غلو وتطرف. فأمر بالاستقامة ونهى عن الطغيان، الذي يعني تجاوز الحد المشروع في ذلك. وهكذا طريق الإسلام وسط بينهما. ثم قال تأكيدا على عموم علمه: إنه بما تعملون بصير، أي أن جميع أفعالكم وأعمالكم القلبية وأعمال الجوارح تقع ببصر من الله جل وعلا، فالله يبصرها. ثم قال سبحانه: ولا تركنوا، أي لا تجعلوا مما تستندون إليه، أو لا تميلوا إلى الذين ظلموا. فالذين ظلموا بالشرك أو بمخالفة شرع الله، احذروا أن تميلوا إليهم أو أن تعتمدوا عليهم، سواء بإقرار طريقتهم وتصحيحها ودعوى أن عبادتهم صحيحة، أو بمجاملتهم في الباطل الذي يسيرون عليه، أو بمودة قلبية تجعلكم تناصرونهم في باطلهم على الخير والهدى. فإنكم متى فعلتم ذلك عاقبكم الله، كما قال: فتمسكم النار. وحينئذ لن تجدوا من يناصركم أو من يكون معكم. ولذا قال: وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وبعد ذلك بين شيئا من طريق الاستقامة والتوبة التي أمرنا بها.
فعندنا أمر بالاستقامة ونهي عن الطغيان وتذكير بالتوبة، ثم قال وأقم الصلاة، فالصلاة عماد هذا الدين، وقد جعل الله جل وعلا لها أوقاتا محددة لا بد من الالتزام بها، فقال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وإقامة الصلاة بأدائها على الوجه المشروع بالمحافظة على وضوئها وعلى شرائطها وعلى أركانها، بحيث لا تفعل بعجلة بدون طمأنينة، ويكون الإنسان فيها حاضر القلب يناجي رب العزة والجلال، فهذا معنى أن تقام الصلاة. وأما قوله طرفي النهار يريد بذلك جهة النهار، وفي هذا تدخل صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر، فالفجر في أوله والظهر والعصر في آخره. ثم قال وزلفا، أي في أجزاء من الليل وفي مقدمة الليل التي تزلف إلى الإنسان، أي تقرب منه، ويريد بذلك صلاتي المغرب والعشاء. ثم بيّن أن من حافظ على هذه الصلوات الخمس فإن الله جل وعلا سيكفر سيئاته، والمراد بذلك صغائر الذنوب، إذ إن الكبائر لا بد فيها من توبة صادقة، فقال إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، أي هذه المواعظ التي جاءت في هذا الكتاب وهذه الفرائض ومنها الصلوات تحدث في قلب المؤمن ذكرا وموعظة يتعظ بها، ومتى كان من أهل الذكر. ثم قال واصبر، يعني لا بد أن تنالك شيء من مصائب الدنيا، فإن الله لم يجعل الدنيا صافية لأحد من خلقه، ثم قد ينالك من أذى الخلق، ولذلك عليك بالصبر، فإن صبرك إحسان من نفسك لنفسك، وإحسان منك لمن تصبر عليهم، وإحسان للآخرين، ولذا قال فاصبر إن الله لا يضيع أجر المحسنين، فمن كان محسنا بتقديم الخير والنفع لغيره فإن الله جل وعلا سيثيبه أحسن الثواب دنيا وآخرة. ومن الثواب أن يهدى الإنسان إلى الحق، وأن يكون من أهل القرآن والسنة، ومن ثواب الله جل وعلا للعبد عند إحسانه أن يوفق للعمل الصالح، وأن يجعل من المحافظين على الصلوات المؤدين لأركان الإسلام. ثم قال جل وعلا مبينا هلاك الأمم الماضية المكذبة لأنبيائها، مع وجود طائفة قليلة آمنوا بالأنبياء فنجاهم الله معهم، فقال فلولا كان من القرون من قبلكم، أي حصل في القرون الذين سبقوكم وجاءهم رسل من عند الله عز وجل، فكان فيهم أولو بقية، يعني طائفة قليلة بقيت من تلك الأمم بعد أن أهلكها الله، بسبب أن هذه الطائفة القليلة آمنت بأنبياء الله فنجاها الله من العذاب. كيف نجوا؟ قال بأنهم ينهون عن الفساد في الأرض، فمن كان ناهيا عن الفساد في الأرض فالله جل وعلا سينجيه من العقوبات، والنهي يكون
لمن كان من أهل الولاية بالإلزام بها ولمن كان من غير أهل الولاية بالدعوة والنصيحة والإرشاد. ثم قال: إلا قليلا ممن أنجينا منهم، يعني هؤلاء هم الذين نجوا لأنهم كانوا ينهون عن الفساد وكانوا يتبعون أنبياء الله. وحينئذ بقية القوم الذين لم يستجيبوا لأنبياء الله نزلت بهم العقوبة بسبب أن النعم الدنيوية التي كانت عندهم غرتهم، وظنوا أنهم محبوبون عند الله بسبب أنهم رزقهم بهذه الأرزاق، وما علموا أن ذلك إنما كان على جهة الابتلاء والاختبار، وكان على جهة الاستدراج. ولذا قال: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، وبالتالي نزلت بهم العقوبة. ثم ذكر الله جل وعلا أن هؤلاء الظالمين إنما نزل بهم الهلاك بسبب ظلمهم، فإنهم لو كانوا ينهون عن الفساد ويصلحون في الأرض ما نزلت بهم العقوبة، بل لزادهم الله من الخير ومكنهم من خيرات الأرض. ولذا قال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، يعني يعطيهم عقوبة وهم ليس عندهم من الأعمال ما يتناسب مع تلك العقوبة وأهلها مصلحون، بل الله عادل لا ينزل بأمة عقابا إلا بعد أن يوجد من أفعالهم ما يكون سببا لنزول ذلك العذاب. ثم ذكر الله جل وعلا شيئا يغفل عنه بعض الناس، فإن بعض الناس حتى ممن ينتسب إلى الخير والهدى يقول: لما لم يهدي الله الخلق؟ ولما جعل الشر والشرك والظلم منتشرة في الأرض؟ وما درى أن لله حكما في ذلك، فإن وجود هذا الشر يجعل للعباد عبادات يعبدون الله بها، وتكون سببا من أسباب رضا الله عنهم. فوجود المعصية والشرك، بل وجود إبليس، فيه ثمرات وحكم، منها وجود عبادة النصيحة التي تكون سببا من أسباب رفع درجة الناصح، ومنها وجود عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبادة الدعوة إلى الله جل وعلا، بل عبادة الجهاد في سبيل الله. ومن ثم فلله حكم عظيمة. والمؤمن عندما يرى أهل الباطل يزيده ذلك تمسكا بما لديه من الحق، وينشطه على تفهمه والتمسك به والدعوة إليه. ولذا قال: ولو شاء ربك، أي لو أراد إرادة كونية وقدر لجعل الناس أمة واحدة كلهم على الإسلام، فإنه لا يعجزه ذلك، ولكن قد قدر في الكون ألا يزالوا مختلفين، منهم المؤمن ومنهم الكافر. وهذا الاختلاف عن الحق والبعد عن الهدى ليس من الأمور المرغوبة عند الله جل وعلا. ولذا قال: إلا من رحم ربك، فمن رحمهم الله كانوا على الحق والهدى لا يختلفون. ثم قال: ولذلك خلقهم، قيل ليرحمهم وقيل
ليختلفوا بين مؤمن وكافر فيعاقب الكافر ويثيب المؤمن. ثم قال: وتمت كلمة ربك، أي مضى أمره جل وعلا بأن جهنم ستملأ. وما ذاك إلا لوجود الاختلاف بين بني آدم، فمنهم من يكون على الحق فيدخله الله الجنان، ومنهم من يكون على الشرك والضلال فيكون من أهل نار جهنم. ولذا قال: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فنار جهنم قد أعدها الله لهؤلاء الكافرين الضالين المخالفين للحق المختلفين فيه، سواء كانوا من الجن أو كانوا من الإنس. ثم قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل. سبق في هذه السورة إيراد عدد من قصص أنبياء الله عليهم السلام، وكذلك وردت قصص أخرى في كتاب الله. هل هذا للعبث أو لمجرد التسلي؟ قول: لا، بل له ثمرة وفائدة. ولذا قال: نثبت به فؤادك، أي لتطمئن وتبقى على الحق ولا تتزعزع ولا تتخوف من قوة أهل الباطل، فإن الله أقوى منهم، وتعلم بأن العاقبة للمتقين وأن الهلاك للظالمين. ومن ثم فما جاءك هنا فهو الحق، فقال: وجاءك في هذه الحق، أي في هذه الشريعة أو في هذه السورة من سور القرآن، حق لا باطل فيه، وفيه من المواعظ ما تتحرك به القلوب إلى الله، وفيه من التذكير بالاستعداد ليوم المعاد ما يجعل أهل الإيمان يستعدون ويتعظون ويتذكرون. وأما من قضى الله عليه بالضلال فإن لديه أذنين لا تسمعان وعقل لا يفكر ولا يتأمل. ثم قال تعالى مخاطبا نبيه ليوجه كلامه إلى المعارضين المخالفين، فقال: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، أي استمروا في طريقتكم ما دمتم لم تستجيبوا للحق، فإنكم ستجدون العقوبة الشنيعة في الدنيا والآخرة، ونحن سنستمر على عملنا في عبودية الله جل وعلا، فإن الاختلاف قد قدره الله بين العباد، ونحن نعلم أننا سنكون على نجاة من الله دنيا وآخرة. ولذا قال: وانتظروا، أي انتظروا العقوبة التي ستأتيكم، إنا منتظرون عقوبتكم ونجاتنا وفوزنا. ثم قال: ولله غيب السماوات والأرض، أي أن الأمور الغيبية الباطنة لا يعلمها إلا الله. ولذا قال: ولله، فإن تقديم المعمول يفيد الاختصاص، كما في قوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ومن هنا فإنه لا يعلم أحد من الخلق كائنا من كان أمور الغيب، لا من الأنبياء ولا من الملائكة ولا من الأولياء ولا من الصالحين. وكما قال تعالى لنبيه:
قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ثم بين أن معاد العباد إلى ربهم جل وعلا، فقال وإليه يرجع الأمر كله، فتدبير الكون إلى الله، متى تحدث المقادير ومتى تنزل العقوبات ومتى تكون عاقبة المؤمنين بالنجاة، هذا إلى الله جل وعلا، قد علم وقته وأجله. ثم قال فاعبده، أي ليكن ذلك وخوفك ورجاؤك لرب العزة والجلال، وحينئذ توكل عليه، بمعنى اجعل اعتماد قلبك على الله، فلا تعجب بالأسباب ولا تظن أن السبب وحده هو الذي ينتج النتيجة، فالأسباب لا تنتج نتائجها إلا بمعونة من الله جل وعلا. ولهذا على الإنسان أن يعلم أنه لن يستطيع أن يفعل شيئا، لا من عبادة الله ولا من تجارة ولا من أمور دنيوية أو أخروية، إلا بمعونة من الله جل وعلا. وما حصلته يا أيها الإنسان من مال، أو فعلته من عبادة، أو حصلته من أهل أو وظيفة أو منصب أو جاه أو رفعة مكانة أو قوة في بدنك أو غير ذلك، فإنما حصلته بتدبير من الله جل وعلا، فلا تعجبن بنفسك. فكم من إنسان عنده من القدرات والإمكانات ما هو أفضل منك، ومع ذلك لم يصل إلى ما وصل إليك من نعم الله جل وعلا. ثم ذكر باطلاع الله على العباد وعدم غفلته عن أمورهم، فهو سبحانه يعلم كل ما في الكون، لا يخفى عليه شيء مما في هذا الكون، حتى في دبيب النمل وفي ما يحدث في الذرات وما يقع في خلايا الإنسان، فإن الله جل وعلا مطلع عليه، عالم به، غير غافل. فحينئذ نجزم بأن كل ما نؤديه من الأعمال فإن الله مطلع عليه، عالم به، مبصر له جل وعلا. فهذه آيات عظيمة فيها من الفوائد تفضل الله جل وعلا على بني إسرائيل بإرسال موسى وإنزال التوراة عليه. وفي هذه الآيات بيان أن بني إسرائيل اختلفوا في التوراة، ما بين مصدق ومكذب ومصدق بالبعض دون البعض، ولا زلنا نجد اختلاف فرق بني إسرائيل من اليهود، وكيف أنهم لا زالوا مختلفين. وفي هذه الآيات أن العذاب له آجال مقدرة، وبالتالي لا يهولنك ما يقع من ظلم على الأرض من بعض عباد الله، فإن عقوبة الظالم لها أجل لا بد أن تصل إليه. وبالتالي فما يقع من ظلم عظيم واضطهاد كبير وتجويع وتشريد وسفك للدماء وبتر للأعضاء ونحو ذلك من الأفعال الشنيعة،
لا تحسبن الله غافلا عنه، وإنما يؤخر مجازاة أهله لآجال يعلمها سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن أهل الباطل إنما لديهم شك وتردد، وأما أهل الحق فعندهم اليقين والطمأنينة. وفي هذه الآيات أن الله سيجازي العباد على أعمالهم، وفيه دلالة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وفيه دلالة على تفاوت الناس في مراتبهم يوم القيامة بناء على تراتب أعمالهم في الدنيا. وفي هذه الآيات اطلاع الله على خفايا الأمور وأسرارها. وفي الآيات الأمر بالاستقامة على الحق والهدى، بحيث يعمل الإنسان بالكتاب والسنة مخلصا لله متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات دلالة على اقتضاء الأوامر للوجوب. وفي الآيات الترغيب في الرجوع إلى الله والتوبة والإنابة إليه سبحانه وتعالى. وفيها النهي عن الطغيان بمجاوزة الحد المشروع حتى ولو كان في العبادات أو المباحات، فإن تجاوز الحد يمنع الإنسان منه. وفي هذه الآيات النهي عن الاستناد إلى الكافرين أو الميل إليهم، سواء كان ذلك بتصحيح طرائقهم ودعوى أنهم من أهل الجنة، أو بتسويغ أفعالهم لهم أو تبريرها لهم، أو بمداهنتهم أو بموادتهم في الباطل. وفي هذه الآيات التحذير من الظلم، وأعظمه الظلم في التوحيد بصرف العبادة لغير الله جل وعلا، وأن من كان من أهل الظلم فلا يأمنن من نزول العقوبة به دنيا وآخرة. وفي هذه الآيات أنه إذا نزل عذاب الله فلن يتمكن أحد من رده أو تخفيفه. وفي هذه الآيات إيجاب الصلوات الخمس، وأنها فرائض من فرائض دين الله جل وعلا. وفي هذه الآيات التذكير بالإتيان بصلوات النهار في النهار وصلوات الليل في الليل، وعدم تأجيل شيء منها للآخر. وفي هذه الآيات أن من فضل الله أن جعل الحسنات يذهبن السيئات، فيتمكن العبد من إزالة سيئاته بالإقدام على الأفعال التي تشتمل على الحسنات. ومن فضل الله أن جعل الحسنة بعشر أمثالها، وأن جعل السيئة بمثلها، فهذا فضل من الله عليكم أيها المؤمنون، فاشكروه بالإكثار من فعل الحسنات. وفي هذه الآيات التذكير وتعريف الإنسان بمآلات الأمور إليه. وفي هذه الآيات الأمر بالصبر، صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة وصبر على أذى الخلق، فالصبر من أعظم الأعمال أجرا وثوابا. وفي هذه الآيات الترغيب في الإحسان إلى الخلق، والإحسان على معنيين: إحسان في عبادة الله بأن تعبد الله كأنك تراه، والثاني إحسان إلى عباد الله
بتقديم الخير لهم، وكلاهما مأمور مرغب فيه، لا يضيع الله أجر أصحابه. وفي هذه الآيات التذكير بأن ما وقع على الأمم السابقة من الهلاك لا يصح أن يوصف بأنه ظواهر طبيعية أو نحو ذلك، فإن الله قد نجى المؤمنين منه وأهلك الكافرين، فأتباع الأنبياء مع قلتهم نجوا بقدر من الله جل وعلا. ولذا قال: فلولا كان من القرون من قبلكم، أي الأمم التي عاشت في الأزمنة الغابرة، لو كان فيهم أولو بقية، أي بقوا على الفطرة ولم ينتكسوا فيها وأصبحوا مستمرين في الدعوة إلى الهدى، ينهون عن الفساد في الأرض، وأعظم الفساد الشرك بالله تعالى، لنجاهم الله، لكن لم يفعل ذلك إلا قلة. وفي هذا دلالة على أن القلة لا تعني بطلان ما عليه هؤلاء القلة، وقد قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ومن ثم ليس من المنهج الحق أن يؤخذ بالكثرة لذات الكثرة، وإنما يؤخذ بالحق وبشرع الله، وافقه القليل أو خالفوه، وافقه الكثير أو خالفوه. وحينئذ لا تظن أن الكثرة هي سبب الانتصار، وإنما النصر من عند الله جل وعلا. وفي هذه الآيات تفضل الله جل وعلا بإنجاء أهل الحق الذين ينهون عن الفساد، فعندنا هلاك للظالمين، وعندنا نجاة للذين ينهون عن المنكر. من لم يكن من الظالمين وكان من أهل الحق ولكنه كان لا ينهى عن المنكر، لم يذكر ما مصيره، هل يهلك أو ينجو، وما ذاك إلا أنه لما ترك النهي عن المنكر ترك ذكره وأغفل أمره. ثم قال: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، أي أنهم ظنوا أن نعم الله سبب لنجاتهم. ولذا في هذه الآية الحذر من الاغترار بكثرة النعم الدنيوية، فإن وجود الدنيا بيد إنسان لا تعني أنه على الحق أو صواب ما هو عليه. ومن ثم لا ينبغي بالمؤمن أن يداهن أو أن يتملق أصحاب الأموال الكثيرة أو المناصب الرفيعة، وإنما عليه أن يقدم طاعة الله بنصيحة الخلق وإرشادهم على ما ينفعهم على مجاملة هؤلاء الظالمين. وفي هذه الآيات أن الله عادل، ومن عدله ألا يهلك المصلحين الذين ينهون عن الفساد، ومن عدله ألا ينزل عقوبة بأمة إلا إذا كان من فعلها ما يقتضي تلك العقوبة. وفي هذه الآيات تنزه الله جل وعلا عن الظلم، لا لعجزه عنه، وإنما لكمال عدله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا إذا شاء أمرا فلا بد أن يقع،
ومشيئته جل وعلا نافذة، ولكن لحكم يراها قد لا يشاء أشياء من أجل أن تكون تلك من مصالح الخلق. فكم من عبد طلب مطلوبا وتمنى على الله، ولكن الله لم يشأ أن يحقق له مطلوبه لحكمة يراها جل وعلا وفائدة تعود إليه. وفي هذه الآيات قدرة الله سبحانه وتعالى على جعل الناس جميعا مؤمنين، ولكن عدله وحكمته كانت سببا في وجود الاختلاف ووجود الضالين الظالمين. وفي هذه الآيات أن الكفر والإيمان سيستمران إلى قيام الساعة، فإنه قال ولا يزالون مختلفين، أي سيبقى هذا الاختلاف إلى قيام الساعة، مرة يدال للحق ومرة يكون الأمر عليهم. وقوله إلا من رحم ربك فيه النهي عن الاختلاف، وأن الاختلاف مذموم، وأن الواجب على أهل الإيمان أن يتحدوا ويتفقوا. فقد قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل، يعني عاقبة. فمتى رد الناس إلى الكتاب والسنة اتحدت كلمتهم وتوحدت مذاهبهم وأصبحوا على طريقة واحدة، وأما إذا خالفوا الكتاب والسنة فحينئذ سيأتيهم من الاختلاف ما الله به عليم. فمن قال مثلا بأن المرجع إلى العقول فإن العقول متفاوتة وليس الناس على رتبة واحدة، ومن ثم سيقع بينهم من الاختلاف والتنازع ما الله به عليم. وفي هذه الآيات سعي الإنسان لتحصيل الرحمة بتمسكه بالكتاب والسنة. وفي هذه الآيات إثبات الحكمة لله جل وعلا، فإنه إنما خلق الخلق لحكم كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفيه دلالة على تعليل أحكام الشرع بتحقيق مصالح الخلق. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا قد قضى قضاء مبرما لا تردد فيه أن يملأ جهنم من الجنة، أي من الجن والناس أجمعين. وفي هذه الآيات أن ما أورده الله جل وعلا من قصص الأنبياء له حكمة عظيمة، منها تثبيت الأفئدة على الحق بحيث لا يكون عندها شك أو تردد، ومنها جعل الإنسان يمد رجاه إلى الله، فكما نجى أنبياءه فإنه يأمل من ربه أن ينجيه. وفي هذه الآيات مشروعية تداول ذكر قصص أنبياء الله من أجل الاتعاظ والعبرة وأخذ الفوائد والدروس. في هذه الآيات أن ما في القرآن حق كله لا باطل فيه، وفيه أن القرآن فيه من المواعظ ما يحرك القلوب إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أنه لا ينبغي استعجال نزول العقاب بالمخالفين، فإن نزوله له أجل محدد
يعود إليه جل وعلا. وفي هذه الآيات انفراد الله وحده بعلم الغيب، بحيث لا يعلم بجميع المغيبات إلا هو سبحانه وتعالى، سواء كانت في الأرض أو كانت في السماء. وفي هذه الآيات أن جميع ما في الكون سيعود إلى الله ويرجع إليه سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات الأمر بإفراد الله بالعبادة وعدم صرفها لأحد سواه. وفي الآيات وجوب التوكل على الله وحده، بحيث يعتمد القلب على الله في تحقيق النتائج التي يريدها، فلا يعجب بالأسباب ولا يظن أن السبب هو الذي حقق تلك النتائج، وإنما هو فضل الله وإحسانه جل وعلا. وفي هذه الآيات من الفوائد استشعار العبد المؤمن لمراقبة الله له، فإنه لا يخفى عليه شيء من أحواله، سبحانه يعلم السر وأخفى، يعلم ما في الصدور. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، جعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، رزقنا الله فهما لكتابه وتدبرا لمعانيه، وجعل الله قلوبنا سليمة، وجعل الله أعمالنا موحدة لربنا، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يوفقهم للخير، وأن يبارك فيهم، وأن يصلح ذراريهم، وأن يجعل عاقبتهم في الأمور كلها إلى خير، كما نسأله سبحانه أن يكفي إخواننا المضطهدين شر أعدائهم، اللهم سد جوعتهم واشف جرحاهم وداوي مرضاهم وآوي مشردهم وتول جميع شأنهم بقوتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تصلح ولاة أمور المسلمين، وأن تبارك فيهم، وأن تجزيهم خيرا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.